علشان كده رجع مرة تانية المكلف القائم على عملية التغيير، وهتسمعوني في الكلمة اللي بقولها دي وهو حتى بيقدمها ومش هتسمعوها في اللي احنا هنذيعه، قال في الأربع سنين الجايين إذا ربنا ادانا العمر. ركزوا، لأن البلد دي ليها قدر، وكل بلد بقائدها بناسها هم بيكونوا قدرها. انتبهوا، قدر الوطن ده من مكارم أخلاقنا زي ما هي من مكارم أخلاقه، من حسن الظن اللي عندنا زي ما هي من عند حسن الظن اللي عنده. ما تنفعش الأمور نقول وأنا مالي أنا بحاسب على مشاريب. ركزوا، إحنا مع القائد، مع كل أبناء الوطن، إحنا قدر هذه الأمة. علشان كده خلوا بالكم، الوصية كانت واضحة. يا مصريين مش يا جيش، يا مصريين مش يا جيش. هتجدوني دايما بأكرر ان التحدي اللي موجود قدام مصر هو تماسك الدولة المصرية. احنا التحدي مش خارجي، التحدي مش خارجي، التحدي داخلي. ازاي تاكلوا بعضكم؟ ازاي تموتوا بعضكم؟ ازاي تكسروا بعضكم؟ اصحوا وانتبهوا، هو ده الدرس الجديد بقى، ده الدرس الجديد بقى اللي احنا محتاجين نفضل كلنا حكومة، مواطنين، شعب، مفكرين، مثقفين، إعلاميين. إذا كنتوا خايفين على بلدكم بجد، شكرا جزيلا. أعتقد كلنا خايفين على بلدنا، لأن المصري برضو من حضارته هو لا بيشيل عزاله ويعزل، ولا بيعرف يغرز في أي حتة تانية، ولا بيحط نبتته في أرض تانية، لازم يرجع هنا. علشان كده خلوا بالكم، ولما يقول دلوقتي يبقى واخدين بالنا شوية من فكرة مهمة. الفكرة دي بتقول بشكل بسيط كده، البنت دي مثلا اللي طلعت وكل اللي حواليها قاعدين يتفرجوا يعني، فما حسناش بالصدق من كلامها، هل ورد في ذهنها يا ترى، ولا اللي قعدوا يتفرجوا ويضحكوا، ولا اللي حولوها لنكتة ومسرحية، ولا اللي عندهم شعور بالمسؤولية المجتمعية وقرروا يتعاملوا بجدية مع الفيديو ده، ويتعاملوا معاها ان هي اتكلمت بلغة خارج مكارم الأخلاق؟ هل ممكن الناس دي كلها تكون منتبهة ان الهدف الجديد هي الأجزاء اللي زي ده من الفيديو وغيره، علشان مطلوب ان احنا نضرب في بعض؟ ها، علشان انا ملاحظة كده كل شوية بلاقي حد بيقول لي أصل أنا شفت مثلا أتباع كذا، أتباع الرئيس كذا، أتباع. مش هنعلق على الكلام ده نهائي. إحنا النواة صلبة للشعب وللدولة، لازم نمتص كل ده ونكمل، لأن السيناريو بيقول مطلوب كلنا نلوم على بعض، نشتم بعض، لا نحترم بعض، مطلوب ده. فأرجوكم أي حد هيقول كلام سيء إحنا هنسد ودنا وهنكمل في طريقنا لحد ما ربنا يهدي الناس دي كده وتعقل والحياة تكمل.